قوة. يعني الإنسان قد استجم واستراح وتهيأ، ليس مجهودا ولا متعبا، مهيأ. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس واستعمل أساليب محفزة تفرغ الذهن من الشواغل حتى يلقي القضية التي يريد إلقاءها، يفرغ الذهن، مثل ما خطب في منى فقال للناس: أيها الناس، أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ الأسئلة المتوالية تعطي أهمية، تفرغ الذهن بحيث يتشوف لما بعدها. هنا قال: أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب عليه الصلاة والسلام. يعني أنا أوشك أن أغادركم وأن أستجيب نداء الله باللحق بالرفيق الأعلى والمحل الأسنى. هذه بحد ذاتها تهيئ النفوس لما بعدها. هذا خطاب فيه لوعة الوداع، هذا خطاب مودع، فماذا سيقول وبماذا سيوصي؟ فأوصى فقال: وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله فيه الهدى والنور فاستمسكوا به، فحثت على كتاب الله وأوصى بكتاب الله وناشد الأمة التمسك بكتاب الله عز وجل، ثم قال: وعترتي أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. الحفاوة بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا تكون مرتبطة بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل. فهو بشر يوشك أن يغادر ويلعب بالرفيق الأعلى، فلتبقى لهم رعاية هذه القربى ورعاية هذه المودة ورعاية هذه الصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم. ثم خص من أهل بيته، بعد أن خص من أمته أهل بيته، خص من أهل بيته حبيبا فقال: أيها الناس، ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ لاحظ التكرار الأسئلة، هو نوع من تفريغ الذهن. طيب ايش بيقول بعد ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله، لأنت أولى بكل مؤمن من نفسه. ثلاث أسئلة يرددها، طيب ما بعدها؟ فأخذ بيد علي، لاحظ كل الألوف الزحوف حول النبي صلى الله عليه وسلم، علي هو اللي كان قريبا منه، ولك أتخيل أن النبي أتى إلى المكان ويده بيد علي، ووقف وبجانبه علي، لأنه وهو يخطب أخذ بيده، إذن هو جالس جنبه قريب منه، أخذ بيد علي فأقام. فلما أقام قال: ألا فإن الله مولاي، وأنا مولى كل مؤمن، ومن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. يكاد ينخلع القلب ويتخيل مشاعر علي عليه السلام، ويده تشتالها يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فترفعها، وهو يقول: الله مولاي، وأنا مولى كل مؤمن، من كنت مولاه فعلي مولاه. كان علي يعرج به إلى السماء، كأنه ينظر إلى الأرض من علو. أي مشاعر كانت تجيش في نفس علي ويده في يد النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم. أي مشاعر غامرة تملأ نفس علي وأذناه تتروى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وما هي مشاعر الصحابة وهم يرون عليا بهذا القرب، بهذه الحفاوة، بهذه المكانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي مشاعرهم تجاه علي؟ لذلك يقول بريدة بن حصيب رضي الله عنه: فما كان أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من علي. الله أكبر. وجاء عمر رضي الله عنه إلى علي وقال: ليهنك يا ابن أبي طالب أنك أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. الله، هنيئا لك أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم ولايتك من ولايته. فولاية النبي صلى الله عليه وسلم وموالاته
أعظم من الموالاة التي بين المسلمين بعضهم مع بعض. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لعلي هذه الرتبة من الولاية والموالاة. هذا الحديث يبرز فضيلة علي رضي الله تعالى عنه، يبرز فضيلة علي ومكانته، وهو من الوفاء النبوي لعلي ومن تطيب قلوب الناس لعلي. فإن عليا كان من النبي صلى الله عليه وسلم بقرب وقرباء. لذلك كان ابن عمر رضي الله عنه إذا سئل عن علي قال انظروا إلى بيته بين بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يكفي أنك تعرف بعلي فتقول انظروا إلى بيته، لأنك بيت علي وفاطمة عنه جنوبا بيت عائشة وبيت حفصة وبيت سودة، وعنه شمالا بيوت باقي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فبيته بين بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من البيت، فبيته بين بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب بيت إلى بيت عائشة بيت فاطمة وعلي. فكان ابن عمر يقول انظروا إلى بيته بين بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو في حال اندماج مع النبي صلى الله عليه وسلم، بيته بين بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي آخر خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، ألا لا يبقين باب إلى المسجد إلا سد إلا باب علي. فكان طبعا الخوخة غير الباب، الباب هو الباب الشارع، أما الخوخة فهي حسب تعبيرنا فتحة بسيطة، فتحة باب خدمات. وعندنا من أول احنا نسميها في نجد باب الحوش، اللي ما يدخل معها الضيوف عادة.